أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات عظيمة يذكرنا الله عز وجل فيها، ويذكر المخاطبين في هذه السورة ابتداء بمعرفتهم لربهم الذي أمروا به أن يعبدوه. وهذا يجرنا الحديث إلى مناسبة هذه الآيات لسياق السورة. ما هي مناسبة هذه الآيات بعد ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ومحاجة أهل الجنة لأهل النار ومحاجة أهل النار لأهل الجنة؟ ثم بعد ذلك مباشرة يبتدئ السياق مستأنفاً، يعود السياق مستأنفاً إلى ذكر التذكير بآيات الله عز وجل. ما الغرض منها في سياق الحديث مع المشركين ومخاطبتهم ومحاجتهم والصراع بين الحق والباطل؟ من يذكر لي المناسبة؟ نعم، طيب، هنا في للمؤمنين بزيادة الإيمان وللكافرين. نعم، كان السياق السابق عن الجنة والنار ذكر من الدلالة على وحدانية الله ما يدلهم على عبادة الله وأن من عصاه استحق العذاب السابق. نعم، هو لما كان السياق في أول الحديث في أول السورة كله في ذكر الطريق الحق والطريق الحق والباطل ودلائل الحق ودلائل الباطل، ولهذا تذكر السورة صفات الكافرين كثيرا كما ذكرنا لكم، وتذكر السورة أيضا صفات طريق الحق والإيمان والهدايات في هذا الطريق كثيرا. يعني كأن السورة تمثل طريقا مستقيما، فتذكر البصائر والدلائل لأهل الحق وأيضا للمنحرفين عنه، كل ذلك تفصيل كما قال الله: كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون والقوم يعلمون. فالله عز وجل هنا يريد لنا أن نبصر طريقه. فهذه الحقيقة السورة باختصار يمكن أن نقول أنها تشرح سورة الفاتحة، تشرح سورة كلها، تشرح سورة الفاتحة شرحاً مستفيضاً. ولهذه السورة الحقيقة يعني عظيم المقصد من حيث هذا المعنى العظيم الذي تقصده، وهي الدلالة على الطريق الله الحق وبيان طريق طريق المنحرفين عنه، وهو الذي قال الله فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاءت هذه السورة كذلك نفصل الآيات، فصلناه على علم، فهي كأنها تفسير لسورة الفاتحة. قال الله عز وجل: إن ربكم الله. فالحديث هنا عام لبني آدم من المؤمنين والكافرين. ولاحظوا افتتاح الآية بقول إن تأكيد ربكم الله، فالذي رباكم وخلقكم وأنشأكم ورزقكم، المتصرف فيكم، النافع الضار، الذي بيده الأمر خلق والأمر، هو الله. فلماذا لا تعبدونه حق عبادته؟ من هو الله؟ قال الله: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهو ذكر هنا إشعارا بعظمته وعظمة خلقه
فهو خلق السماوات والأرض. فإذا كان هو الخالق لهذه السماوات والأرض وخالق لمن فيها فهو المستحق للعبادة حقا، والذي بيده الأمر كله، عقاب الكافرين بيده وجزاء ونعيم المؤمنين بيده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في هذه الآية قوله ألا له الخلق والأمر، التصرف التام. فكأن غرض السورة تبين عظمة الله، كانت تقول يا أيها الكافرون تأملوا ما أنتم فيه من تكذيب، وانظروا عظمة ربكم، عظمة الله عز وجل في خلقه، القادر عليكم، الذي بيده كل شيء، خلقكم وأمره سبحانه وتعالى فيكم في ستة أيام. وذكر ستة أيام في خلق الله عز وجل كثيرا للإشارة إلى إبداع سبحانه وتعالى، إبداع خلقه وإحكامه سبحانه وتعالى، وأنه خلقه سبحانه وتعالى خلقا محكما في كل ما يحتاجه الخلق من مصالح في هذا الخلق. كان يقول هذه السماوات وهذه الأرض التي خلقها الله عز وجل مسخرة لكم، ولهذا قال بعد ذلك ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، إشارة إلى عظمته سبحانه وتعالى واستغنائه عن المخلوقات، استغنائه عن المخلوقات. في هذه الآيات التي تأتي أو التي ترد في مثل هذه الآية في قول الخلق السماوات ثم إشارة إلى خلق ثم إشارة إلى استوائه على عرشه، الغرض منها بيان استغنائه سبحانه وتعالى وعظمته وكماله سبحانه وتعالى وسيادته لهذا الخلق. فإذن إذا كان هو خلقها ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، فمن يستطيع أن يخالف أمره أو يتكبر أو يتجبر أو يعاند؟ قال الله عز وجل يغشي الليل النهار. الغشاء والتغطية، غشاء هي غطاء، فما معنى يغشي الليل النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار ثم يدخل النهار في الليل، يغشي الليل النهار اطلبه حثيثا. فقدم هنا غشاوة الليل النهار، فالليل هو الأصل، الليل هو الأصل، فإذا أتى النهار وانتهت آيته غشاه الليل، غطاه الليل. ثم قال يطلبه حثيثا، يعني مستمرا لا يتوقف إلى أن يأذن الله عز وجل لخلقه بما يشاء. فهو إشارة إلى هذه السنة الإلهية الثابتة الدائمة في هذا الخلق، وهي إشعار أن تتفكروا في هذا الخلق الذي جعله الله من ليل ونهار في هذه الأرض وهذا الكون. فإذا تفكرتم بذلك عرفتم أن لهذا الكون وهذا الخلق وهذا التنوع وهذا التحول له خالق، لا يمكن أن يكون هذا التغير إلا بخالق، فهو للإشارة لخلق الله عز وجل. قال الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم، أي جميع الأفلاك مسخرات بأمره. أين تذهبون؟ إذا كانت الشمس بعظمتها والقمر، الشمس بوهجها ونورها والقمر بضيائه والنجوم بأنواعها وأجرامها وأفلاكها ومجراتها، كلها مسخرات بأمره، بأمره سبحانه وتعالى، فمن لكم غير الله عز وجل. انظروا كل الآية تعيد الإنسان إلى ربه، كأنها تذكره وتعظه وتعرفه وتبصره وتفصل له الآيات لعله يرجع إلى ربه. ثم قال الله ألا له الخلق والأمر، صدق ربنا عز وجل. كل مخلوق فالله خالقه، وكل أمر فهو من الله،
وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ويعطينا يقيناً وطمأنينة أن كل الأمر الذي يحصل لنا ويحصل للعالم كله بأمر الله. ألا له الخلق، كل الخلق هؤلاء له، يتصرف فيهم حيث يشاء، وله الأمر يأمرهم بما يشاء ويأمر لهم بما يشاء، فهو يأمرهم بشرعه ويأمر لهم بعطائه ويأمر سبحانه وتعالى بنعيمهم وعذابهم وعقابهم. ماذا بقي؟ ليس للبشر شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: تبارك الله، تقدس سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، رب العالمين، هو مصلحهم وهو مربيهم وهو سيدهم وهو الذي بيده أمرهم سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. ما أعظم هذا الختام في هذه الآية العظيمة التي فيها تذكير وتحريك للفطر السليمة المؤمنة بالعودة إلى ربها. ولهذا أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نكثر من قراءة الآيات التي فيها تذكير بآيات الله عز وجل، فإنها أعظم ما يزيد الإيمان. آيات التي فيها ذكر الله وعظمته وخلقه وآياته هي من أعظم ما يزيد الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما أعظم يا إخوان الكرام أن الإنسان يقف مع هذه الآية، يقف ويتبصر ويتدبر، يعرف معنى قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم يتفكر في هذا الخلق كله وما فيه، كل ما فيها في السماوات وفي الأرض من الخلائق وعظمة الله عز وجل في ذلك، ويتفكر في استواء الله على عرشه دال على عظمته وسلطانه واستغنائه سبحانه وتعالى عن الخلق. وكل آية يقف معها والله سيزيده ذلك إيمانا ويقينا وتعظيما لله. وهذا هو، هذا هو صلب الطريق المستقيم، ركنه، أساسه لمن أراد أن يعتصم به. ولهذا لما كان القضية في الصراع بين الحق والباطل، ذكر الله عز وجل السلاح النافذ القوي لأهل الإيمان والعلامات الدالة لهم ليستقيموا على الحق. قال الله عز وجل في آية عظيمة يا أخوان نريد أن نقف معها وقفة، قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما علاقة هذه الآية التي بعدها؟ علاقتها لما بينت لنا، بين الله عز وجل لنا عظمته وخلقه وأن له الأمر، كل الأمر له سبحانه وتعالى والتصرف له النافذ. ماذا يستوجب هذا؟ إذا علمنا أن له الخلق كله وشؤونهم وإصلاحهم وتصرفهم به عنده، وله الأمر سبحانه وتعالى كله، ماذا يستوجب؟ أن ندعوه ونتوجه إليه إذا احتجنا أمر، أن ندعوه ونتضرع إليه وأن نتوجه إليه بقلوبنا ووجوهنا سبحانه وتعالى ودعائنا الصادق تضرع. إنه لا يحب المعتدين. ما مناسبة قوله إنه لا يحب المعتدين؟ نعم، طيب هنا الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهل المقصود الاعتداء في الدعاء؟ هذا وارد، بس ليس هذا المقصود في الآية مباشرة والله أعلم. ابن عباس دقيق الفهم في هذا. نعم، طيب احنا قلنا هذا معنى، لكن أيضا في معنى آخر مقصود وعظيم. نعم، جيد، يشتمل: ولا إن الله لا يحب المعتدين الذين يدعون غير الله ويلتجئون إلى غير الله. إذا علموا أن هذا ربهم وأن هذا أن الله هو خالقهم وأن له الأمر والخلق والأمر سبحانه وتعالى، ثم يتوجهون بالدعاء إلى غيره،
أليس هم معتدون؟ إيه وربي، والله إنهم لمعتدون. كيف يعلم الإنسان أن هذا ربه ثم يلتجئ إلى غيره، وأن هذا بيده الأمر ثم يتجه في الأمر إلى غيره؟ وهذا يؤكد لنا الإنسان إذا كانت له حاجة أين يتجه؟ كان يتجه إلى فلان وفلان مباشرة من قبل أن يلتجئ إلى ربه الدعاء والتضرع فيسخر الله له عبادة، فهذا محك الإيمان. هذا معنى. وذاق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى قال إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره، ورد عن هذا عن مجاهد وغيره من السلف. وأيضا معنى آخر في المعتدين ما هو؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الناس كما ذكرت لكم طائفتين، الناس طائفتان، طائفة مؤمنة مصدقة راغبة إلى الله، وطائفة مكذبة معتدية على أمر الله عز وجل مخالفة لأمره ومستكبرة، مستكبرة يعني مكذبة. إذن هذه الآيات تشمل طائفتين، الطائفة المؤمنة الذين خاطبهم الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والطائفة المكذبة بقول إن الله لا يحب، إنه لا يحب المعتدين المكذبين المعاندين المستكبرين. وبذل هذه الآية آية أخرى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهي الآية نفسها فيها، فهي الآية نفسها في أنها ذكرت الداعين وذكرت المستكبرين. وهذه الآية يا أخوان الكرام والتي بعدها وهي قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما هو الإصلاح الذي أراده الله هنا؟ أحسنت، هذا واحد. يعني إصلاح الذي أراده الله بهذه الأرض هو ما أقام الله تعالى فيه الخلق لأجله وهو العبادة. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقيمون أمر الله. فأعظم الإصلاح المقصود هنا هو الصلاح المعنوي بعبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده، وأيضا الصلاح الحسي. فالله عز وجل أراد في هذا الخلق كله صلاحا حسيا، فلا يجوز الاعتداء ولا سفك الدماء ولا التعدي على الأموال ولا تغيير خلق الله، وكل اعتداء وإفساد، كل إفساد داخل في ذلك. فالله عز وجل يقول لا تفسدوا. الله عز وجل خلق الخلق في ستة أيام هيئها لكم لتعبدوها، لتعبدوا الله عز وجل فيها. قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال أيضا مرة أخرى وادعوه خوفا وطمعا. لاحظ الآية تكررت بمعنى آخر وبعكس الأولى. الأولى قال ادعوا ربكم إنه لا يحب المعتدين، وهنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآيتان تؤكدان ما الواجب على عباد الله عز وجل أن يفعلوه، أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء، وأن يحذروا الاعتداء والإفساد. ما الفرق بين الاعتداء والإفساد؟ الاعتداء الإفساد عام وكذلك الاعتداء، لكن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أعم من ذلك. لكن الاعتداء هو اعتداء على الله بحقه في عبادة غيره، واعتداء على عباد الله عز وجل. هاتان الآيتان أيها الإخوة اسمحوا لنا أن نقف معها وقفة تأمل وتبصر في الأحداث التي تجري اليوم. والله أيها الإخوة إن هذه الآية كأنها تتنزل علينا اليوم. إي وربي، ألستم تشاهدون الاعتداء السافر على إخواننا في عدد من أرض الله عز وجل؟
في أرض الله. انظروا ما يحصل لإخواننا في فلسطين، المظلومين المقهورين محاصرين في أرض الله، وباعتداء بأنواع الاعتداء. ثم انظروا أيضا ما يصيب إخواننا اليوم في 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 ليبيا من الاعتداء عليهم. كل ذلك اعتداء، كل ذلك يخبرنا أنه أن الله يخبرنا ربنا أنه لا يحب المعتدين. كأن هذا إشارة لمن؟ لماذا؟ فإذا كان لا يحب المعتدين فما هو جزاؤهم؟ ليس لهم جزاء إلا العقاب من الله عز وجل. لكن الله عز وجل يقول لنا ويرشدنا إلى حل أمثل وسلاح أقوى قوي نافذ في مثل هذه الحالة التي نعيشها، وهي أن ندعو الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا خفيا. يا إخواني الكرام، والله إنما نحن اليوم فيه ابتلاء من الله عز وجل لنا قبل إخواننا. أرجو أن ترعوا أسمعكم لهذه الكلمة. الذي يحدث في فلسطين والذي يحدث في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، والله إنه ابتلاء لنا قبل إخواننا أو مع إخواننا. كيف ذلك؟ هل نحن صادقون في توجهنا إلى ربنا وشعورنا بحال إخواننا في الله، إخواننا في الله عز وجل، في الله عز وجل، في دين الله تعالى؟ إن كنا صادقين فأين دورنا؟ أين واجبنا؟ نحن أنجانا الله، لكننا والله في ابتلاء. دورنا أيها الأخوة أن نتوجه إلى الله صادقين، وأن نتضرع إليه مخبتين. هنا في هذه الآية قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا إخواني والله إذا لم نستشعر في مثل هذه الأوقات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيل المسلم المسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا لم نشعر بها صدقا هذه الأيام فمتى نشعر؟ إذا لم نستحضر حاجتنا إلى ربنا لأمتنا الآن فمتى نستحضر؟ إذا لم نصدق ربنا عز وجل في دعائنا ونلح ونضطر اضطرارا، ليس فقط دعوة. يا إخواني الكرام، لو أن إنسانا، اسمحوا لي أن أمثل بواقع نعيشه، لو أن إنسان مريض جدا مريض، ماذا سيكون دعاؤه لربه؟ هل دعاؤه كمثل الصحيح؟ لا، سيتعلق بربه سبحانه وتعالى تعلق الضعيف المسكين الذليل بين يدي الغني الكريم العظيم سبحانه. سيتضرع إلى الله ويلح ويبكي. هذا هو الصدق، هذا هو التضرع، هذا هو الإيمان والدعاء والعبادة الحقيقية إن كنا صادقين. يا أخواني الكرام، هذا المحك الذي فيه تقيس إيمانك قوة وضعفا، صدقوني أن هذا هو المحك في محبتك لدينك وغيرتك لإخوانك وانتمائك وولائك لهؤلاء المؤمنين المستضعفين. هذا والله المحك، محك مقياس. إن كنت والله يعني تدعو لهم دعاء عابرا أو ربما تنساهم كثيرا، فاعلم أنك ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان حقا. لأن الإنسان إذا لم يكن حي بشعوره بدينه بماذا يشعر؟ بدنياه؟ أخواني الكرام، في هذه الأوقات والله إننا بحاجة إلى أن نلجأ إلى الله، إي وربي أكثر من حاجة سبقت. في هذه الأيام قبل أن نبتلى، ولا يعصمنا من عقوبة الله إلا لجوءنا إلى الله عز وجل ونصرنا له. إن تنصروا الله ينصركم،
لننصر الله عز وجل بالتجاء إليه. الله عز وجل يا إخواني ما يكتب هذا البلاء على الأمة إلا لتلتجئ إليه، ما يكتب هذه المحنة على أمة الإسلام إلا لترجع إليه. فهل نرجع يا إخواني؟ نحن في هذه البلاد التي أكرمنا الله بالأمن والنعمة والرخاء والخير كله والإيمان، والله إن واجبنا أعظم من غيرنا. نحن في هذه البلاد أكرمنا الله بالدين والإيمان والأمن والنعمة وكل شيء، فما أعظم واجبنا. قرأت آية فتعجبت منها كثيرا، والله يا أخواني ما مللت من تأملها، تبين واقعنا كأنها تختصر الواقع بثلاث كلمات. تأملوها أرجوكم واقرؤوها جيدا مستحضرين الواقع. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم إيش؟ ويكشف السوء، ثم ماذا؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. ثلاث كلمات. نزلوا هذه الآيات على واقع المسلمين. هل مر بالأمة حالة اضطرار ومحن وتسلط وإذلال أعظم مما نحن فيه؟ ما أظن، ما مر على أمة الإسلام على تسلط من أعداء الله عز وجل وذلة وضعف واضطرار واستضعاف مثل ما نحن فيه. هذا الواقع يحتاج منا شيء واحد فقط من ربنا، يحتاج ربنا منا في هذه الحالة أمرا واحد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل دعوناه؟ إذا دعاه، ما قال يجيب المضطر، قال إذا دعاه. فنحن مضطرون يا إخواني، مضطرون أن يكشف الله ما بالأمة من بلاء ومحنة وشر. ثم قال في عبارة بليغة عظيمة دقيقة: ويكشف السوء. لم يقل يزيل السوء، قال يكشف. ماذا يشمل قول يكشف السوء؟ تأملوا هذا جيد. من كشف الله للسوء أن يكشف الله عورات المفسدين وأهل السوء والفساد، يكشفهم، يكشف فسادهم وطغيانهم وما أحدثوه في عباد الله عز وجل. أترون هذا واقعا أم لا؟ ألستم ترون كيف الله عز وجل يكشف هؤلاء الطغاة وأعوانهم ويخرج مكنون ما هم عليه من فساد؟ إي وربي إنه كشف. والله يا أخواني النبي حاجة، أعظم الحاجة إلى أن نلجأ إلى الله وأن نصدق الله وأن ندعو الله ليل نهار في سجودنا وأوقات إجابتنا، وأن نستنصر بأمر بطائفتين، نستنصر بطائفتين فإنهما أحرى بالإجابة: ضعفاؤنا الصغار والكبار، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الصغار الأبرياء الأطهار الذين هم على الفطرة يا أخواني، لا نحتقر دعواتهم، لا نحتقر دعائهم. هؤلاء الصغار أبناؤنا الأطهار الذين نشأوا على التوحيد، يا إخواني لا نحتقر دعواتهم، والله إن لدعوتهم في السماء مكان. قلوب طاهرة، قلوب صافية على الفطرة، عرفوا الله، لم يعصوا الله. يجب أن نستنجد بهم في هذا الحال بأن يدعو الله عز وجل. كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، بلا يربي أبناءه على الدعاء والصدق إلى الله. أنت إذا أصابك أمر حتى في دنياك أطلب من أبنائك أن يدعون لك، وكبارك. عجائزنا يا إخواني الكرام، تلك العجائز والكبار الذين شابوا في الإسلام، خدمتهم وعملهم في الإسلام سنوات، لهم عند الله مقام،
إن الله لا يستحي من ذي الشيبة المسلم. نطلب منهم ونلح عليهم بأن يدعوا الله عز وجل ونبين لهم الواقع، نبين لهم ماذا يحصل. حتى صغارنا يا أخوان نقول يحصل كذا ويحصل كذا، نبين لهم الباطل كيف يعمل ونبين لهم حال المسلمين كيف هم. فالصغير يا أخواني ترى عنده من الفطرة وعنده من العاطفة ما لا يكون في عند غيره، والكبير كذلك عنده من الصدق والتضرع. والله يا أخواني إن نرى من عجائزنا شيء ما نراه في أنفسنا. إيه ربي، من الصدق والتضرع إلى الله، خصوصا هم أهل قيام الليل. فما أحرانا يا أخواني، وإن كنت أطلت في هذه الآية إلا أنها آية تستوجب منا أن نقف معها وقفة عمل لا وقفة علم فقط. ومنها أنطلق إلى أن أقول يا أخواني في مثل هذه الأحداث أوصيكم بوصية والله ستجدون لها أثرا عظيما في أنفسكم وفي تصوركم عن الواقع. خذوها يا أخواني، ولا أقول تجربوها، اعملوا بها ستجدون عجبا. اقرأ كتاب الله لك ختمة لتتبصر فيها الحل الأمثل لك ولمجتمعك وللأمة في مثل هذه الأحداث. اقرأ كتاب الله وكأنك الآن أمام دليل تريد العلاج منه إلى هذه الأحداث. والله يا إخواني ستمر عليك آيات إي وربي كأنها تتنزل عليك في مثل هذه الأحداث، مثل هذه آتان الآيتان أو هذه الآيات. لكن ركز واستحضر هذا المشهد الذي أمامك وهذه الآيات التي تبصرك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا علاج لنا إلا بهذا القرآن، ولا حل لنا ولا منقذ ولا نهضة ولا عز إلا بهذا القرآن. ووصية الأخرى أيها الإخوة أن نرجع إلى الكتاب الله عز وجل. الأمة اليوم يا أخواني بحاجة والله إلى الرجوع إلى القرآن، والله إننا بحاجة في ظل هذه الفتن وهذه المحن وهذا الاضطراب. من الناس من يقول والله هذه المظاهرات حرام لأن خروج على الدولة، ومنهم من يقول لا يا أخي الناس مقهورون مظلومون يريدون حقوقهم. اختلاف، ما هو الحق؟ الحق في كتاب الله، انظر ماذا فيه وستهدى بإذن الله. الأمة مقبلة على فتن يا أخواني، يا أخواني الأمة مقبلة على فتن من هذه الأيام وأشد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. علينا أن نعتصم بكتاب الله في ظل الفتن. أعظم وصية اعتصام بكتاب الله، ولهذا قال الله واعتصموا بحبل الله. حبل الله هو كتاب العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرق. فحينما نبتعد عن القرآن سنتفرق، وحينما نلجأ إلى القرآن سنجتمع. ألسنا نطلب اجتماع الأمة؟ بلى وربي، لا جامع للأمة إلا القرآن، والله لا يجمع الأمة إلا القرآن. فلنسلك يا أخواني الطريق الأكمل والأسلم لاجتماع أمتنا بأنفسنا أولا. نعيش مع كتاب الله عز وجل بتدبر واهتداء وطلب موعظة وهداية وتقويم لحياتنا كلها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن لنا هاديا وبصيرا وواعظا ومقوما لنا في حياتنا كلها. ثم قال الله عز وجل إن رحمة الله، نرجع إلى الآية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كأن الله عز وجل يقول إذا كنتم تريدون رحمة الله، ورحمة الله ما هي؟ كل ما تريدونه من الخير والسلامة والعافية والصحة والرزق كله رحمة من الله، كل هذا داخل في رحمة الله. قريب، لاحظ كلمة قريب، قريب يعني كأنها قاب قوسين أو أدنى من المحسنين. ومن هم المحسنون؟ محسنون نوعان، محسن في عبادة الله ومحسن لعباد الله، محسن مع الله ومحسن مع خلق الله.
محسن مع الله بعبادته حق عبادته، ومحسن مع العباد بنفعهم، وأعظم النفع للعباد نشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، هذا أعظم الإحسان، أعظم من الإحسان المادي في إطعام وغير ذلك. فإن كنا نطلب يا أخوان الكرام رحمة الله التي هي أقرب ما تكون من الوصف، وصف المحسنين، لنحسن مع ربنا بالاستقامة التامة، ولنحسن مع عباد الله عز وجل ببذل المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس في مجالات مختلفة. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته. هذا يبين لنا الله عز وجل في هذه الآية آية من آيات فضله ومنته علينا على العباد، يعني مشهد من مشاهد الرحمة. وهو الذي يرسل الرياح بشرا مبشرات بالخير بين يدي رحمته. ما هي رحمته؟ هنا المطر، والمطر هو رحمة كما قال الله عز وجل. وهو الذي قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال الله عز وجل: حتى إذا أقلت سحابا، يعني حملت الرياح السحاب ثقال بالماء، سقناه لبلد ميت، يعني جاف من النبات ليس فيه نبت ولا رأي ولا حياة، قال الله: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أليس هذا امتنان من الله عز وجل؟ كل ما نأكل إنما يخرج من هذه الثمرات بإذن الله عز وجل بما أنعم الله تعالى به علينا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ذكرنا الله بهذه الحياة بالبعث والنشور والحياة الأخرى. ثم قال الله فيما يمثل طائفتين المؤمنين والكافرين، قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكد، يعني بصعوبة. والذي خبث قد يخرج لكن بصعوبة بمشقة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه الآية تمثل لنا أن البلد الطيب بماذا؟ إما الطيب بأرضه ومكونات تربته وصفائها، فإنه يخرج بإذن الله ثمرا طيبا. وإما البلد الطيب بماذا؟ بأعمال أهله. وهذا يبين لنا يا أخوان الكرام أن عمل الناس يؤثر على البلد، صلاح الثمار واستقامتها. ولهذا وجد أو ذكر أنه في رمانة حملت أو وجدت حبة قمح كبيرة مكتوب عليها: هذا وقت زمن العدل، هذا وقت زمن العدل. قيل أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، مما يؤكد أن صلاح الناس له أثر في من حولهم في البيئة التي حولهم. وهذا يؤكد لنا يا أخوان الكرام لا شك طيبون للطيبات، الطيبون لهم الطيبات في حياتهم كلها، لا في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في مراكبهم، حتى إذا تعست الدابة أو كما يقال هنا تعطلت السيارة فإنه بسبب ذنبك ونفسك وصلاحها واستقامة أمرك بإذن الله ثم بصلاحك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذه الآية تمثل المؤمنين وتمثل الكافرين. فالمؤمنون هم البلد، يمثلون البلد الطيب، ويخرجون كل خير من دعوة إلى الله وأمر بالمعروف وصلاح وإصلاح وكل خير، وهذه ثمارهم. والذي خبث لا يخرج إلا نكد، ليس فيه خير. الذي خبث وفسد ليس فيه خير، وإن كان فيه خير فهو يسير، لا يعد شيئا أمام خبثه، فما أعظم. وفي هذه قصة ذكر أن رجلا يهوديا قال لمسلم
أنت تقول أن في كل في كتاب الله كل شيء، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في كتاب شيء. أين تجد أين تجد صلعتي هذه ليس لم يكن عليه شعر؟ قال يقول الله والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهو مثل صحيح، وإن كانت الآية ليست فيه لكن هو صحيح في الرد عليه وقمعه. قال الله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكر، كل هذه الآيات والتمثيل بها لقوم يشكرون. فهل نشكر الله يا إخواني؟ هل نعرف نعمة الله علينا ونستحضر؟ والله يا إخواني كل ما عرف الإنسان ربه، كل ما ألان وطابت نفسه وحسنت عبادته وقام بأمر الله حق القيام وذهبت نزعة نفسه بالكبر والفخر والخيلاء والاستكبار على أمر الله والغفلة والنسيان. فلنعرف ربنا بآياته البينات ولنتبصر بما بينه الله لنا. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا بالحق ويجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.